أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع السابع لمنهاج من الألف إلى الياء، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. علينا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع أن نميز بين الجملة الإسمية والفعلية، وأن نتعرف على الفعل الماضي ونتعرف على المفعول به. علينا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع أن نميز بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، حيث أنه يخطئ كثير من الطلاب في التفريق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، مع أن التفريق بينهما سهل جدا. وفي هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف نتعلم كيفية التفريق بين الجملة الإسمية والفعلية. بداية عزيزي الطالب سوف نقوم بتعريف الجملة. الجملة هي ما تركب من كلمتين أو أكثر ولها معنى مفيد مستقل. كأن أقول السماء صافية. تعريف الجملة الإسمية هي كل جملة تبدأ باسم بدءا أصيلا، أو هي الجملة التي يكون فيها الاسم ركنها الأول. ومن الأمثلة على ذلك الطقس ممطر. الجملة الفعلية هي كل جملة تبدأ بفعل أو التي يكون فيها الفعل ركنها الأول، ومثال على ذلك نجح زيد. تتكون عزيزي الطالب الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. كذلك عزيزي الطالب تتكون الجملة الفعلية من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل، ولكل فعل فاعل. وقد تحتاج الجملة إلى مفعول به، قد يكون واحد أو اثنان أو ثلاث لإتمام معنى الجملة. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سوف نتطرق إلى الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، كأن نقول دخل، خرج، فهم، وله علامات عدة: تاء التأنيث الساكنة في آخره، سمعت، قرأت، خرجت، قالت، تاء الفاعل المتحركة في آخره، كتبت، 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 نون النسوة في آخره، الطالبات، فهمنا الشرح، قد، قبل الفعل، قال تعالى، قد أفلح المؤمنون. وأيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى المفعول به، والمفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل، كأن نقول كرم المعلم التلميذ، فكلمة التلميذ هنا مفعول به. ودائما عزيزي الطالب الحركة الأصلية للمفعول به أن يأتي منصوب بالفتحة، وقد يأتي منصوب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، وقد يأتي منصوب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى همزة الوصل وهمزة القطع، وسوف نقوم بالتمييز بين همزتي الوصل وهمزة القطع والتطبيق عليها من خلال كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة في خلال هذا الأسبوع. إذا عزيزي الطالب كما قلت لكم سوف نقوم بالعديد من المهارات النحوية والإملائية لهذا الأسبوع، كالتطرق إلى التمييز بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وأيضا التطرق إلى مفهوم الفعل الماضي وتمييز الفعل الماضي، وأيضا عزيزي الطالب مفهوم المفعول به وتمييز المفعول به وإعراب المفعول به. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق أيضا إلى كتابة فقرة إملائية، بعد التطرق إلى مهارة همزتي الوصل والقطع والتمييز بينهما، وتمييز متى تكتب همزة الوصل بدون همزة بشكلها، ومتى تكتب همزة القطع بوضع الهمزة عليها. إذا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع أيضا سوف نقوم بكتابة تعبير من خلال وصف صورة
سوف تقوم عزيزي الطالب بتأمل هذه السورة وكتابة فقرة قصيرة حول ما شاهدته في هذه السورة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبتي الطلبة.